مرحبا، صحة وهنا. تأخرتي. ولكني اجيت. بس تأخرتي. لا تؤاخذني. ليش قاعدة بعيدة عني؟ تعي عادي هون مشان ترتاح. انتي لا تاكلي هم، انا مرتاح، تعي جنبي. ممكن تسكبيلي؟ بكفي، تركينا لحالنا. لأمتى رح تضلي عم تهربي مني؟ ها؟ شو ناطرة؟ مالي عم بهرب منك ولا شي. لكن شو؟ والله أنا اللي علي عم بعمله مراد، شو ناطر مني أكتر؟ إلك شهور عم تنامي بالأوضة الثانية، وبنهار يا أما بتروحي على اجتماعاتك الخيرية أو بتطلع شي مشوار، أنا مليت. بدي شوفك جنبي من اليوم ورايح. أنا ما بحبك. بس على قد ما بقدر عم حاول كون محترمة وهذا الحاضر. وبالمقابل مالي طالبة منك شي. لهيك حاول تتفهمني شوي. انتي مرتي انا بس على الورق. إيلين، انتي وقعتي على اتفاقية لتتزوجيني. واخي كتب لك املاك واراضي واموال، بس في شي ما عم بفهمه. بما انك نفذتي الاتفاقية، وين هاي الاموال والاملاك؟ شو عطاكي اخي؟ يعني إذا عطاكي مصاري بأنو بنك ولا بأنو خزنة، ولا إذا كان بيت ولا سيارة، فوينون؟ وينون احكي؟ ولا ما عطاكي شي؟ لأني سألت وما لقيت في شي مسجل باسمك، لا طابو ولا حتى حساب بالبنك ولا أي شي. لما دريت بالاتفاقية قبل فكرت بهمك تعيشي مع سهيل بنفس البيت وتصيري واحدة غنية مو أكتر. بس سهيل ما عاد عايش معنا هون، وما في شي باسمك. إذا سهيل ما عطاك شي ولا عايش معنا، مشان الله قليلي شو اللي مخليكي معي. فهميني، أنا عطيت واحد. وعد شو؟ ولمين؟ نازلي أمرني يا بي. جهزوا لي السيارة، بدي أطلع هلأ. أمرك. وما بدي أي مخلوق يكون عنده علم بشي، وبالأخص سليمان. فهمتي؟ فهمت يا بيك. شيلوا بسرعة. لا تخلوا حدا يفوت ولا حدا. واحد منكم يجي، كسروا لي الدرج. تمام، اطلع. Thank you.
واخيرا لقيت جواب لسؤالي. طلع الجواب اللي بدي اسمعه هو موتي. أنا حبيتك بس أنت كتير عذبتيني. أنا حبيتك بدون مصالح، وبعدين أخي طلع على الخط، وهذا أكتر شيء قهرني بكل حياتي. لما تزوجتك كنت بفكر رح كون مبسوط معك، بس طلعت غلطان. الزواج عذبني وحرق قلبي، وهلأ اتأكدت انه انت كمان تعذبتي. وتحملتي عذاب كبير ما بتحمله جبال، بس رح خلصك من هالعذاب واتركك تنبسطي بحياتك، لأنك رح توصلي للي بدك إياه. لأني بحبك ما بدي إياكي تتعذبي أكثر من هيك حبيبتي. لا تجن مراد. تتهني. لا. مراد! مراد! تركيني موت! لك أنت يا مجنون! تركيني! لك تركيني أعمل لك! قاتل! إيلين حبيبتي، إيلين، إيلين لا تتركيني، إيلين، إيلين خليكي معي.